هذيك المرة قالت الله ياخذ الحق، قالت الله ياخذ الحق، وما عرفناش شكون السابق وشكون اللاحق. وانا كنزيد كنقول لا ياخذ الحق، ياخذ كاع الحقوق، ما عندوش شي حق بغا ياخذو ليه. اليوم خصنا نعترفوا بحقيقة مرة، ما خصكمش تمرضوا، الا مرضتوا تدودوا، ولا مرضتو انا كنتحمل شي. الله يجعلنا تكون هذه الحلقه هي اخر حلقه في هذا البرنامج، نعلبوا الخدمه قدام الكرامه ديال الانسان. الله يجعلنا تكون هذه اخر مره، مليت نشوف الالم والناس ما كديرش خدمتها، مليت نشوف الدود تيخرج من الناس. يلاه مات السمراء قالك دود ولا رجليها ولا داك الشيء، ما كناش قدينا نشوفوا هذا الشيء. شي كثير بزاف، والناس خارجين كونجي، قالك الطبيب ما كيحط يدي خارجين كونجي. ليه درتي معايا؟ قالك واه دابا السبت لحد الاثنين حقا الثلاث. ايوا شنو غيبقى الدو ديال الرجلين يخرج من ديك الدار حتى تدخلوا نتوما على خاطر خاطركم؟ عيب. راه ما عندكمش قداش تقولوا قدام الله اللي كيكون سبب في هذا الشيء. السؤال انا اللي ما بغاش يتفهم ليا وما لقيتيش الجواب ديالو. واحد المره كيخرج منها الدود، فين خصها تكون؟ يا في القبر يا في السبيطار. صافي شويه تمشي. علاش جلسه بنت ديال 25 عام كتقيس في الدود وفي داكشي؟ احنا ما قديناش نشوفو، احنا شفنا الفيديو على في الدار. انا عاد تبغي كتحرك واحد ليزار، احنا كان انا والساهر كنهربوا حيت ما بغيناش نشوفو الدود، ما بغيناش نزيدو، مازال بغينا نخدمو في هاد البلاد، ما بغيناش نتصدمو كثر، ما بغيناش نتصدمو. علاش الدود يخرج من مواطنه مغربيه؟ علاش بقات تدودات؟ واخا نقولوا دابا دودات حتى واحد ما بغى يحط يدو فيها. قبل ما تدود فين كانت؟ سولتها قالت لي وين الرونديفو؟ يا الرونديفو كيتلاح لوح هذاك الرونديفو، حتى شهر السابع والتاسع والعاشر وما عرفتش من شهر. حتى دودات المراه منين دودات دابا في كاين من واحد ثاني عيطتي ليه، اللي عيطتي ليه تيقول لك وكي دايره ليطا ديالها المراه مدوده. مدوده تيبدا يفكر. هذا الهضره اللي تنقول لك هادو الناس ديال الصحه كلينيكات. حنا خديتها بالنيابه على كل المحسنين اللي تيسمعوني في المغرب، خديت بالنيابه عليكم القرار اننا حنا نتكلفوا بعلاج هاد المراه. اللي زعما تكون فيها 8 مليون نسعاو نخرجوا للجوامع، نحاربوا التسول، حنا نخرجوا للجامع نطلبوا ونسعاو ونتسولوا باش نعالجوا، حيت ما عندهاش فين تعالج. المشكله حتى شي جهه ما بغات تشدها. السبيطار قال لك ما يحطش يدو فيها، السبيطار ما يحطش يدو فيها. وشكون السلامه اللي بغى يحط يدو فيها؟ انا نمشي انا نعبي على داك الدود ونقيه؟ نمشي انا نكرط هذيك البزوله اللي هكاك معفنه وخامجه؟ ماشي حشومه حتى تصوروا وتشوهوا هات نوضوا عاد حكا لا مات. بركه الله ياخذ الحق في اللي كيخلي الناس تدود. والسبيطارات قدهم قد السخط في المغرب كامل. الملك ما خلى حتى بلاصه اللي ما تشمش، وانتم حتى الاستقبال ما كديروه، نتوما حتى كلمه طيبه ما كتقولوها. زينب دوزي هذاك السونار ديال السيده اللي كتشكي وتتبكي، قالت لك حتى تينهروها تينهرو، ما كداويوش ما تنهروش، يقولوها مزيان نقولوها ما عندناش وما تنهروش الناس.